وهو المؤتمر المتوقع أن يعقد برعاية الرئيس السيسي من 17 ل 19 يناير الجاري، وهو مؤتمر حكاية وطن، حكاية وطن كما قال البيان الرسمي لرئاسة الجمهورية، يأتي في إطار حرص الرئيس على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات. والمؤتمر أيضا طبقا للبيان الرسمي يتضمن عددا من الدوائر المستديرة وجلسات العامة التي سيتم خلالها تقديم عرض شامل حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية، فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة. وحيقوم الرئيس أيضا بالرد على استفسارات المواطنين في مبادرة إطراح الرئيس اللي انطلقت من 10 يناير وتستمر حتى 15 يناير. إذن والحقيقة نحن في انتظار هذا المؤتمر، ليس فقط لعرض الإنجازات، ولكن ربما يعلن فيه الرئيس في مبادرة اسأل الرئيس، ربما يعلن فيه اعتزامه الترشح لفترة ثانية، لأنه حتى هذه اللحظة لم يعلن الرئيس السيسي يعني رسميا اعتزامه الترشح لفترة ثانية. طبعا احنا كلنا متوقعين ده، وبالفعل احنا عندنا عدد كبير جدا من النواب ادوله توقيعات وتزكيات غير المواطنين الالاف اللي بالفعل بدأت التوكيلات لهم في الشهر العقاري، ولكن ما زلنا في انتظار الاعلان الرسمي، فربما في مبادرة اسأل الرئيس يعلن الرئيس ذلك. هنحاول نتصل به المتحدث معنا يا جماعة، نحاول نتصل بالمتحدث باسم رئاسة الجمهورية ربما لمجموعة من أخرى من التفاصيل حول هذا المؤتمر.